ومش هيصلح في وشك حاجه يا بت الورمه، هيفضل وشك هو مورم يا بت الورمه. وبقى الحريم اللي انتم مش شايفينه يا جماعه، دي فوطه مبلوله وفيها في الميكروويف، بتحطيها في الميكروويف عشان تسخن. بصوا البخار اهو، هحطها على شعري وانا عليا راسي فيها الخميره. واو، اتس اميزنج. انا لسه مقشره الماسك من على وشي بتاع البيض اللي انا عملته، وماسك الخميره على شعري. لايف من الحمام. This is the way you create your own homemade face mask, hair mask, and it's amazing result. You will feel fresh. نعم نعم فعلا. I like it. الخميرة مع الموزة عاملة شغل عالي. أنا جربتها قبل كده بس المرة دي حاسة إنها أقوى. Anyway طولت عليكم. يغسل يتغطى. لا يا منى، منى أنت لسه قايلة أنت دلوقتي.